إلى المجهول يتجه من تبقى من الأهالي بريف إدلب الجنوبية. أما إذا كان المجهول مكاناً فربما يتجه الأهالي إلى اللامكان. في بلدة دابق شمال حلب استكمل فريق لأجلك بلدي المبادرة التطوعية لنكن معهم، يسعون من خلالها لتخفيف معاناة النازحين وتأمين خيام ومساعدات طارئة ضمن إمكانياتهم. بعد هجمات الشرسة التي يقوم بها نظام الريف أدلب وريف حماة، تم تهجير آلاف العوائل إلى مناطقنا بشكل عام. قام فريق لأجلك بلدي باستكمال حملة لنكن معهم بتأمين 25 خيمة لاستقبال أخواننا النازحين أو المهجرين من ريف أدلب وريف حماة. تم بناء الخيام في بلدة دابق كتوسعة للمخيم القديم. كان لابد من حملات تطوعية كالتي قام بها فريق لأجلك بلدي، حملة لنكن معهم، وكانت بداية استقبال العوائل المهجرة، ثم نهاية المرحلة الثانية كان في بناء 25 خيمة كتوسعة لمخيم دابق. المجلس المحلي لبلدة دابق ساهم في الحملة عبر بناء الخيام وتقديم مساعدات عدة بهدف توسيعة المخيم لاستيعاب موجة النزوح الجديدة التي وصلت إلى البلدة والتي فاقت ضعف الأعداد الواصلة إلى المنطقة في الشهرين الماضيين. هنا ربما تجد نازحين مهجرين من مدينة حلب تنقلوا مرات عدة قبل أن تحط رحالهم على أطراف دابق. طلعنا من المعرة ما بنعرف يعني وين بدنا نروح، نزلنا بعفرين، قعدنا 3 أيام بالشارع بعفرين، صرنا ندور على بيوت ما نلاقي. طلعنا توجهنا من عفرين لعزاز، كمان قعدنا 3 أيام يعني بعزاز على دوار الساعة. الأجارات غالية، يعني غرفة ومنتفعات بدون 100-150 دولار، ونحن يعني انقطعت فينا السبل، يعني ما ظل عنا شيء غير رحمة الله. يعني منسقو الاستجابة وثق نزوح ما يقارب 1,700,000 مدني من جنوب شرق إدلب وجنوب غرب حلب منذ دخول المناطق ضمن اتفاق خفض التصعيد، نزوح ربما هو الأكبر والأقصى على السوريين منذ بدء الثورة السورية.